حمو؟ مفاجأة مش كده؟ ها؟ مفاجأة. حلوة ولا حادقة؟ هي المفاجأة. ده انت عندك ضيوف. طب استأذن انا بقى وبكره ما تنسيش. ها؟ لا استنى انا عايزاك. عايزاك في ايه؟ الراجل عنده شويه من الاحمر وعرف الموضوع فيه عائليات يعني، فعايز يستأذن. انا لسه ما خلصتش كلامي معاه. مخرج خلصت كلامك معاه. والسلامة انت. اسم الكريم ايه؟ بسيوني. بسيوني. ما حصلش حاجة. وباخد الباب في ظهرك. يلا يا اخويا. انت بتعمل ايه يا حمو؟ فين ام الموبايل؟ انت بتعمل ايه؟ ملوش لزوم الوقت. طيب تعالى. عايز في ايه يا حمو؟ عايز تعالى. طب اهدى اهدى بس يا حمو. ما انا هادي، شايفاني متعفرط. لا مش شايفاك متعفرط. اقعدي. حاضر. هو في ايه؟ في فاتوره ولازم تدفع وقتي. هو انت هتعمل ايه يا حمو؟ انا لسه عملت العمايل جايه، استنى على رزقك. طب ايه يا حمو؟ انت خليك فيها عقل. انا عقلي شاب بقى. انت بتحط لي السم في القهوه، عايزه تموت يا حمو؟ يا نهار اسود، حمو الرحمن يموت عليك بقره. اني ده انا اللي وقفت جنبك لما ابوك مات وما كنتش لاقي اللضب. انا اللي كنت عايزه اخليك ست الستات وملكه متوجه في اسكندريه تمك. تعملي معايا كده؟ وراح تتجوزي واحد وانت على ذمتي؟ اسمعني بس يا حمو. لا انت اللي هتسمعي. هتسمعيني كويس وهاخد حقي منك تالت ومتلت. حق السنين اللي قعدت افكر فيكي وانا بحبك ومش طايلك. واخرين بتمه راح تبلغ عن الحكومه. بتسلميني تسليمه لي. انت مش فاهم، هم طلعوا عارفين كل حاجه. وانت بصمت بالعشره بدل ما تدافعي وتقولي لا. مش ده اللي حصل؟ مع اننا عندنا اتفاق اللي يقع ما يجيبش سيره التاني عشان التاني يشيله. بص بس يا حمو. بص انت اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني. انا هاخد منك حق تالت ومتلت. اول حق هاخد حق الشرعي. حق الشرع هاخده. نهار اسود ومنيل. يا نهار اسود ومنيل، انت هتعمل ايه؟ هعمل لازم يتعمل من زمان. دفعت تمن امي اللي ماتت وهي غضبانه عليا، تمن السنين اللي قعدت افكر فيكي، تمن عيالي ومراتي اللي اتشربت. اقتلني اقتلني يا حمو، اقتلني اقتلني يا حمو. هقتل امي. اقتلني بس بعد ما اخد غرض واكسر عيني. مش هعمل اللي انت عايزه يا حمو، مش هعمل اللي انت عايزه. مازال صوت زي ما انت عايز.